سنحكي لكم وصف الملائكة، علامات الملائكة، والخيول التي كانوا يركبونها. روى رجل من المسلمين كان على الشرك في بدر أنه خرج مع ابن عم له كي يراقبا المعركة وينتهبا الفريق المغلوب، واعتقدا أن النصر للمشركين، فانطلقا جهة معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بسحابة تدنو منهما وتبعتها أخرى وفيها أصوات الرجال والسلاح، ووجدها تجيء النبي صلى الله عليه وسلم وتعود وليس فيها أي صوت مما سمعه، وإذا بأعداد المسلمين قد تضاعفت، فمات ابن عمه خوفا، أما هو تماسك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم. وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر لما نزلوا وقال: هذا جبريل آخذ برأس فرسه، عليه أداة الحرب. كانوا بهيئة رجال وعلى ظهورهم عمائم مرسلة بيضاء، وقيل خضر وحمر وصفر من نور، يركبون خيولا بلق، أي فيها سواد وبياض، وفي نواصيها الصوف، وهذا هو التوسيم. وورد أيضا في وصف نزولهم: وكأن كساء سد الأفق مقبل من السماء كالنمل. ثم ما لبث أن هزم المشركون.